لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مرحبا يا شيخ أسام، إن شاء الله تستفتح لنا بالقرآن الكريم إن شاء الله. كيف حالك يا أخي يا أسام؟ السلام عليكم، تسمعني يا أخي يا أسامة؟ نعم، الله يبارك فيك، إن شاء الله، خذ وقتك. لحظة إن شاء الله بإذن الله يا أخي أسامة، أسجل اسمك. الله، ثواني يا أخي يا أسامة. تفضل يا أخي يا أسامة، الآن تفضل. إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت
فسدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا يا أخي أسامة، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إن شاء الله سنكبر جميعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسمع صوتك يا أخي أسامة، تفضل كبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يلا يا أخي أسامة تفضل، نسمع صوتك الجميل الرائع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا مرحبا يا أستاذ محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تفضل يا أستاذ محمد يا ريت تفتح المايك ونسمع صوت حضرتك تكبر ما رأي حضرتك أستاذ محمد فرحان عويد الله أكبر الله أكبر الله أكبر افتح الميكروفون إذا أحببت يا أستاذ محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل اللهم على نبينا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن شاء الله سنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. من صلى علي 10 مرات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدركته شفاعتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي 10 أدركته شفاعتي حين يصبح أو حين يمسي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، 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 اللهم صل 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 وبارك على نبينا محمد، وصلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نسبح، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا يا أخواني الكرام،
أشكر الأستاذ أسامة قهوجي والأستاذ محمد فرحان والأخوات الحاضرات جميعا إن شاء الله. والآن نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخي أسامة مستعد أن يقرأ لنا مسك القراءة ومسك الختام إن شاء الله فمرحبا به، إذا مستعد إن شاء الله يكون لنا، وإحنا إن شاء الله نأذن له بإذن الله. إذا جاهز يا أخي أسامة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. شكرا للإخوة الكرام والأخوات الكريمات الحضور جميعا، وإن شاء الله في ميزان حسناتنا يوم القيامة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بدون أرحام وبدون مصالح أو مكاسب دنيوية، ونسأل الله الذي اجتمعنا من أجل حب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أجل طاعته سبحانه وتعالى، إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى بقدرته أن يجمعنا يوم القيامة على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى بصحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلوا آمين، اللهم آمين. إن شاء الله نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله 10 دقائق بإذن الله ونبدأ جلسة خط الرقعة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم جميعا، في أمان الله، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.